يا أخي هذا الشاب وهذا النجم يلعب يقدم مزيكا كما يقولون في مصر، حركاته مزيكا. صحيح صحيح أن الموسيقى تحيلنا إلى مرجعية أخرى، إلى محمد عبد الوهاب والبوجي والصباطي وبليغ حمدي، ولكن يا أخي هناك مصري يقدم موسيقى على ملعب لكرة اليد اسمه أحمد الأحمر. هل رأيتم بحياتكم لاعبا في كرة اليد يعزف موسيقى على ملعب لكرة القدم أو لكرة اليد مثل أحمد الأحمر؟ مثل أحمد الأحمر. وبنفسجي وكل ما في الألوان في هذه المهارة الفنية.